اهلا بحضراتكم. الحقيقه بعد كل مره من الاستعراضات دي تلاقي واحد هيطلع على ظريف يقول لك يعني انتوا هي الدنيا ضلمه كده للدرجه دي؟ انتوا الدنيا بلاك سواد كده على دماغكم، مفيش حاجه كلها نيله كده؟ هقول لك اه والله هي كلها ضلمه، ولو انا جيت غشيتك وقلت لك انها مش ضلمه ابقى بضحك عليك، بس رغم الضلمه دي في حاجات حلوه بتحصل، في قرارات بتطلع بتخفف عن الناس. واجبنا بقى احنا هنا ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نسلط الضوء عليها. او هم على فكره ممكن يكونوا بيقولوا انها هتخفف عن الناس، احنا هنشوف، بس احنا هنا طالعين عشان بس الناس اللي تطلع تقول لك لا ده هي لا يا عم هي والله سودة اه، بس في حاجات كده بيضة هوري لك هشاور لك عليها، ده دوري برضو. القرار طالع بخصوص تسهيل اجراءات تسجيل الملكيات العقاريه في الشهر العقاري. لجنه الشؤون التشريعيه في مجلس النواب وافقت بصفه نهائيه على مشروع قانون متقدم من الحكومة يهدف لمواجهة عزوف المواطنين عن التسجيل في الشهر العقاري من خلال تسهيل بعض الإجراءات. قال لك الناس ما بتسجلش في الشهر العقاري العقود بتاعة البيع والشراء في العقارات، فهنعمل إيه؟ هنلغي موضوع دعوى صحة التوقيع بتاع البيع والشراء اللي في العقود. مش أنت وكنا بنقول لازم لما تيجي تسجل يبقى في دعوى صحة التوقيع؟ مفيش دعوى صحة التوقيع، لغوها. ده خبر اهو في العربي الجديد، اجبار المصريين على تسجيل ملكياتهم العقاريه بالغاء صحه التوقيع. تمام؟ في التفاصيل بيقول لك ايه؟ هو يعني ده المفروض انه تيسيرا على المواطن. مش عايز تيجي تسجل؟ طب تعالى يا عم احنا لغينا لك حاجه اهو من ضمن الحاجات. وافقت لجنه الشؤون التشريعيه في مجلس النواب اليوم الاحد بصفه نهائيه على مشروع قانون مقدم من الحكومه بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنه 46. والهدف لتعديل إجراءات تسجيل الملكية العقارية في ضوء عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر لممتلكاتهم وصولا لتسجيل الملكية العقارية. وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إنه التعديل يستهدف مواكبة التطوير في مشروعات الدولة بمجال البنية التحتية وجعل البيئة الاستثمارية أكثر استقرارا بحصر الثروة العقارية في البلاد وتشجيع المواطنين على إجراءات تسجيل ملكياتهم العقارية من خلال تقليص المستندات المطلوبة لشهر الممتلكات إلى الحد الأدنى ووضع حدود زمنية للفصل في طلبات الشهر والاعتراض عليها وإضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع. وأضافوا كمان إيه؟ إنه الحكومة بتستهدف من وراء هذا التعديل إلغاء الاعتراف بصحة التوقيع الصادر من المحاكم القضائية على الممتلكات العقارية من أجل، شوف بقى الفكرة، إجبار المواطن على توثيق أو المواطنين على توثيق ملايين الوحدات السكنية في الشهر العقاري وهو جهة تابعة لوزارة العدل منوط بها توثيق العقارات، ما يكلفهم أعباء مالية ضخمة لارتفاع رسوم التوثيق، وتتكلف صحة التوقيع في المحاكم المصرية ما بين 1000 ل 1500 جنيه متضمنة أتعاب المحامي فضلا عن إجراءاتها البسيطة. أما التوثيق في الشهر العقاري فتتراوح تكلفته من 15 ل 20 ألف جنيه حسب مساحة الوحدة السكنية، وتزيد على 100 ألف جنيه في حالة توثيق مبنى به العديد من الوحدات السكنية. ده كلام مين؟ العربي الجديد. خلينا نشوف برضو، لأنه ممكن ناس تقول لك والله العربي الجديد شايفة وجهة نظر تانية أنه ده مش تيسير، يعني كلام العربي الجديد كده تفهم منه أن دي أعباء أكتر. خلينا نفهم أكتر. معنا الأستاذ محمود أبو العينين المحامي بالنقد والإدارية العليا والمتخصص في القضاء الإداري. أستاذ محمود مرحبا بحضرتك معانا. وإيه هو موضوع إلغاء صفة أو صحة التوقيع في العقد ده؟ أفاد البائع والمشتري في أصحاب العقود في البيع والشراء في العقارات ولا ضرهم؟ العربي الجديد شايف أن الموضوع مزيد من الأعباء، إيه رأي حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. هو قبل ما تسمح لي قبل أن أتكلم عن مضمون هذا التشريع والأهداف الحقيقية والأهداف الظاهرة والخفية منه، أبدي مجموعة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن ده مشروع لسه قانون لم يصدر ولم يعرض على مجلس النواب أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة، وبالتالي احنا لسه في مجال اخذ ورد. ده الخبر بيقول انه تمت الموافقه عليه بصفه نهائيه. موافقه من ايه؟ موافقه من اللجنه، لجنه الشؤون التشريعيه. اه، بعد ما بتوافق اللجنه بيحال بقى الى المجلس ويبدا يتناقش ماده ماده. تمام. يعني نحن بصدد اقتراح بتعديل تشريعي وافقت عليه اللجنه،
إنما لسه لم يصدر به قرار أو يصدر في صورة تشريع من مجلس. دي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية أن عايزين نقوله بس إن هم ساعات يقولوا عليه مجلس نواب، وساعات يسموه مجلس أمة، وساعات يسموه مجلس الشعب. وطبعا هذه التسمية قد تبدو في ظاهرها أن هي بتفرقش. لا، هي بتفرق من ناحية إيه؟ النظام السياسي أو السلطة السياسية القائمة على ضوء فلسفتها بتحدد اسم هذا المجلس، لأن المجلس ده أصلا اسمه مجلس تشريعي، يعني يشرع. وبيشرع ليه؟ بيشرع من أجل خدمة الشعب، مش تكريس للسلطة التنفيذية، لأن السلطة التنفيذية تملك أن تصدر قرارات تحمي بها مصالحها، ولكن الشعب يحمي نفس مصالحه إزاي؟ عن طريق مجلس نواب الشعب أو نواب الأمة. تمام. دي الملحوظة الثانية. الملحوظة الثالثة، أنا دلوقتي كان هناك تذكر من سنة أو من سنتين في 2020 كان طلع قانون اسمه 186، وما برضو بخصوص الرسوم والكلام ده كله حصلت هيصة عليه، فأرجئ تنفيذه إلى 30/6/2023. يعني التشريعات التي تصدر ولا يكون الهدف منها تحقيق مصلحة الشعب إلا أن الظاهر أنه وما يقال أنه لمصلحة عامة، ولكن حقيقة الأمر أنه ليس لمصلحة عامة. طيب القانون ده لمصلحة الشعب ولا لا؟ الأخير القانون اللي هو مفيش صحة التوقيع ده هيفيد الناس ولا لا؟ ما أنا هخش على صحة التوقيع هي بعد إذنك. أنا دلوقتي عندي شقة أو عندي قطعة أرض، ورسوم التسجيل اصلا هم حاطين، خلي بالك لما بنيجي نروح الشهر العقاري عشان انقل ملكيه عقار او شقه، بافاجئ بضريبه تصرفات عقاريه وضريبه على الدخل ورسوم التسجيل غير اجراءات التسجيل. هو بيقول ان احنا هنفصل ما بين الضرائب وما بين الرسوم وما بين إجراءات التسجيل علشان يسهل إجراءات التسجيل، إنما الكلام ده الظاهر. أنا أرجع لمرجوعي والأصل، وهو أنا راجل اشتريت شقة وعشان أروح أسجلها في الشهر العقاري الآن هتكلفني ملايين الجنيهات، هتكلفني. طب أنا مش معيش فلوس علشان أسجلها دلوقتي، فبحتاط من اللي باع لي هذه الشقة أو هذا العقار، برفع دعوة، باخد حكم صحة توقيع علشان هذا، يعني هذا الرجل ما يجيش ينكر التوقيع بتاعه بعد كده، ولما ظروفي تسمح ويبقى عندي فلوس أروح أسجل في الشهر العقاري. فإذا دعوة صحة التوقيع دعوة تحفظية، الغرض منها إن أنا بتحقق من التوقيع الصادر من البائع لي، وبحتفظ بيه لغايه ما ظروفي تسمح، وبعد كده ابقى اروح. يعني لما انا اعمل الغي هذا الاجراء وانا رايح اسجل بقى او اوثق العقد في الشهر العقاري، مش انا لما اسقط هذا الشرط كده انا يسرت على المواطن ولا ما فرقش كتير، ولا انا هاضيف عليه اعباء اخرى؟ لا، هو الغرض الحقيقي ليس، يعني اولا هو لم ينطق صريح النص والتعديل بأنه ألغى العمل بحكم صحة التوقيع، لأن حكم صحة التوقيع ده حكم قضائي، وطبعا يعني صادر طبقا للقانون ومن محكمة مختصة، وهناك أحكام من محكمة النقض قررت مدى حجية هذا الحكم، وهذا لا يجوز إنكار حجيته إطلاقا طالما إنما الحكم منصب على أي حكم صحة التوقيع؟ منصب على التوقيع الصادر من البائع، إنما بينقلش الملكية. اللي بينقل الملكية نصوص نقل الملكية حسب قانون المدني. أيوة، بس بعض الناس هنا أستاذ محمود هيقولك إيه؟ هيقولك في الآخر أنا بدل ما أروح أعمل دعوة صحة توقيع أدفع 1000 جنيه ولا 1500 جنيه وأجيب محامي وأعمل، لا، ما أنتش لازم تعمل هذا الإجراء وإنت جاي توثق. بعض الناس هيقولك هو عايز يواجه فكرة إن المواطنين عازفين عن توثيق العقارات في الشهر العقاري فبيسهل عليهم. ده هيفرق حاجة عند المواطن؟ ما هو هنا أنا بصطدم بإيه؟ خلي بالك، هم بيقولوا الكلام دوت في التشريع، ولكن لما تيجي على أرض الواقع هتفاجأ بأن هناك رسوم هائلة مفروضة عليك وضرائب مفروض تحصلها، وهي دي اللي بتعوق إجراءات. دي نمرة واحد. نمرة اتنين،
الروتين الرديء الروتين الرسمي متمثل في التعليمات الصادرة من الشهر العقاري. سيبك من النص القانوني، انت بتجد موظف الشهر العقاري امامه ترسانة من التعليمات والمنشورات، يعني حتى المتخصص لا يستطيع ان يلم بها، فالتعقيدات موجودة موجودة. انما هو بيجر رجل، يا ريت، طب ما هو يا ريت يلغي هذه ويسهل. هذا أول هدف من أهداف التشريع اللي هو أعلن عنه، المشروع المعلن تسهيل إجراءات تسجيل الملكية. طيب تعالى سهل، اعمل، ابدأ إجراءات تسجيل الملكية، شوف أنت الإجراءات والعقبات اللي هتقابلك. يعني عايز يحط يعني من بين المظاهر التيسير التي يعلنها أن هو بيحط لك سقف زمني لإجراءات التسجيل. يعني ما تقعدش أنت تعمل إجراءات التسجيل سنة واثنين وثلاثة وتفضل الأمور معلقة وما انتش عارف تسجل، وهيحط سقف زمني. طب ما هو سقف زمني دوت اللي حطه ايه؟ ما هو اللي حطه تعليمات الشهر العقاري والمنشورات التي تصدر من وزارة العدل او رئيس مصلحة الشهر العقاري. انت لو تذكر من فترة قريبة القانون اللي طلع بتاع حصر ودمج الذهب اللي موجود عند المواطنين، دمغة الليزر. إيه؟ دمغة الليزر الهدف منه ايه؟ الهدف منه حصر الذهب. هو عايز يحصر ويعرف المواطنين المصريين عندهم ذهب قد ايه، نمرة واحد. نمرة اتنين، عايز يحصل ضريبة تانية، لان لما تروح تدمغ هتدفع رسوم. طيب بس انا اللي فهمته كده من حضرتك، عشان برضو المواطن اللي قاعد دلوقتي يستفيد من كلام حضرتك كقانون، انا دلوقتي اللي فهمته من الكلام ان دعوة صحة التوقيع دي زي ما حضرتك تفضلت دعوة تحفظية، يعني انا بضمن بيها حقي كمشتري ان ما يجيش حد البائع يقول لي والله ده مش التوقيع بتاعي، ما يجيش حد من الورثة بتوع البائع يقول والله ده مش توقيع ابونا مثلا. تمام. انا لو استغنيت عن دعوة صحة التوقيع ورحت اكتفيت بالتوثيق والتسجيل في الشهر العقاري، ده يحفظ حقي في العقار ولا هبقى لازم برضو بشكل عملي محتاج دعوة صحة التوقيع؟ لا 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 لا، هي صحة التوقيع ما بتنقلش الملكية، احنا بنتكلم صحة التوقيع خاصة بالايه؟ بالتوقيع الصادر من البائع. انت هنا من دي خلاص اركنها على جنب. لا بس أنا بصيغة اخرى استاذ محمود، بصيغة اخرى، لو العقار بتاعي موثق في الشهر العقاري، هل يقدر البائع اللي انت شاريه ولا اللي انا اشتريته هل يقدر البائع او حد من ورثته يطعن في التوقيع ولا خلاص ما دام موثق في الشهر العقاري خلاص كده انا العقار اللي انا اشتريته ده انا هو بتاعي محدش يطعن عليه؟ طالما ان البائع موجود حي فلا يستطيع ان ينكر هذا التوقيع، ولكن اذا توفى البائع يستطيع الورثه ان ينكروا هذا التوقيع ويدخل المشتري في مشاكل ومتاهات ان هو ان المورث بتاعهم باع ولا ما باعش. ده الخاص بالجزئيه بصحه التوقيع، انما دي وادي وملهاش علاقة بين نقل الملكية. يعني أنا لو أن أنت اشتريت شقة من واحد وهذا الشخص البائع مسجل العقار بتاعه سليم 100%، تستطيع أن تنقل الملكية في الشهر العقاري، مش ما أنتش محتاج صحة توقيع. إنما بترفع دعوة صحة ونفاذ لو امتنع هذا البائع عن حضور أمام الشهر العقاري والتوقيع لكي يتم نقل ملكية الشقة أو العقار المبيع لك. النقطة دي مهمة جدا بقى أستاذ محمود، لأن في ناس كتير بيختلط عليها الأمر، لو سمحت فرق لنا إيه الفرق بين دعوة صحة التوقيع ودعوة الصحة والنفاذ، لأن في ناس كتير بيختلط عليها الأمر. كلام جميل. أنا يعني أنا دلوقتي اشتريت شقة من زيد من الناس، البائع اللي باع لي الشقة أنا خايف أحسن يجي ينكر بعد كده أو الورث بتوعه يجي ينكره بعد كده، فبرفع دعوة صحة، باخد حكم صحة التوقيع. حكم بقى صحة التوقيع يعني لا يستطيع البائع أن ينكر التوقيع بتاعه بعد كده ولا الورثة بتوعه يقدر ينكروه، يبقى أنا كده هوت أمنت نفسي من ناحية شخص توقيع البائع، ده بخصوص التوقيع فقط. ننقل بقى، نقفل هذه الصفحة وننقل على موضوع نقل الملكية. أنا العقد معايا بتاع البيع اللي أنا اشتريت بيه الشقة، عايز أروح عشان يعني ما أخشش في مشاكل، عايز أروح أنقل ملكية هذه الشقة في الشهر العقاري، لأن الملكية لن تنتقل ليا إلا بالتسجيل في الشهر العقاري.
التسجيل لا ينتقل، ملكية الشقة لا تنتقل ليا اللي أنا بشتري إلا بالتسجيل في الشهر العقاري. هروح الشهر العقاري، وبعد ما أروح الشهر العقاري هقول للبائع تعالى امضي بقى في الشهر العقاري إنك أنت بيع لي، يقول لي لا أنا ماليش جاي. أروح رافع عليه دعوة علشان أخذ حكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر منه ليا. نعم. فصحة ونفاذ بيلزم البائع ويلزم الشهر العقاري أن ينقل ملكية العقار المبيع شقة أو غيره إلى المشتري الجديد. تمام. دي نمرة، شايف دي واضحة ولا أنا؟ واضحة جدا، وبشكر حضرتك للتوضيح لأنه كانت نقاط للأسف بتختلط على كثير من الناس، لكن بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمود أبو العنين المحامي بالنقد والإدارية العليا والمتخصص في القضاء الإداري.